نحن نعتمد عليكم ونثق بكم، لكم كل التوفيق يا شباب مصر من توقيع كارلوس. نصيحة ليا، خليك ورا منتخب مصر، ما تشجعش لعيب بعينه، ما تشجعش فريق بعينه، احنا منتخب مصر، عشان المنتخب يكسب خليكوا ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا في جمهور تاني للمنتخب زي زمان، ما فيش حد اهم من المنتخب، لا انا ولا غيري ولا اي نادي اصلا مهم اهم من المنتخب. صوتنا كان واحد، قلبنا جامد، يهز اي سلام، روحنا كانت حلوه، تشجعنا بالشجاعة وذكاء الفريق والعمل والفخر بأنفسنا يمكننا أن نطير، فلا يوجد شيء مستحيل. رسائل في الجول من كيروش، أيوة الشجاعة اللي هتفرق معانا، أيوة ذكاء الفريق وشغل الجهاز الفني اللي خلينا نلعب كويس، إحنا كبار ونفتخر بنفسنا، هنشتغل وهنأدي برجولة ومفيش حاجة هتوقفنا، وأيوة إحنا المصريين وعند المصريين مفيش مستحيل.